السلام عليكم اخوتي كنتي، مرحبا بكم على قناه تحميدي. الناس اللي اول مره كتشوفني اتمنى انها تنزل تحت تبارك على زر صابوني ثم تفعل الجرس باش توصل بالجديد. اذا من خلال الحلقه غادي نهضر على جوج ديال المواضيع. الموضوع الاول هو المتعلق بتوقعي حول الامتحان ديال الدوره الاستدراكيه، ثم النقطه الثانيه وهي الاعلان تاريخ الاعلان عن النتائج ديال الدوره الاستدراكيه ديال 2018. طبعا اذا الحمد لله كان توقعي حول الامتحان ديال الدوره الاستدراكيه كان توقعا صحيحا، وانا جد سعيد لانني توصلت واحد مجموعه من الرسائل كتشكرني على لا يعني النصائح ولا يعني توقعي حول الامتحانات وشنو غيتعطى الى غير ذلك. ف يعني الناس اللي كانوا كيتابعوا القناه ديالي وفعلا طبقوا داكشي اللي كنت كنقول لهم من البدايه حتى النهايه، وايضا يعني اللي تبعوا الخطوات اللي انا كنت كنحطها على القناه ديالي، فالحمد لله اشتغلوا. وخير دليل هو التوصل لواحد المجموعه من الرسائل يعني كنوصل بها اخوان. الى ما جاوبتش على الاسئله فراه النظره اللي كثره ديالها كما قلت لكم راه يعني سيروا الانستغرام، لان الانستغرام هو اللي كندير فيه يعني كنجاوب فيه بزاف لان ما فيش العدد كثير ديال التلاميذ. اذا فهذه هي الفرصه باش نتواصلوا. ايضا بالنسبه للناس اللي يعني غيتابعوني اللي عندهم غيكون عندهم سيزيام، او بالنسبه حتى الناس اللي ما حرفوش الحظ وما كانوش كيشاهدوا القناه ديالي يعني صور الاحرار او لا يعني العاديين. اذا هذه فيما يخص يعني النقطه الاولى. اما النقطه الثانيه وهي المتعلقه عن يعني بتاريخ الاعلان عن النتائج ديال الدوره الاستدراكيه. اذا فغتكون المداوله ان شاء الله يوم 18 يعني يوليوز 2018. اعيد، المداوله غتكون نهار 18 يوليوز 2018. ثم الاعلان عن تعميني النتائج ديال الدوره الاستدراكيه هو 19. يعني وختاما فبالنسبه للناس اللي ان شاء الله غيحرفوا من الحظ وغيكونوا نجحوا وجابوا في اللغه العربيه نقطه مزيانه، فكنتمنى على انهم يراسلوني باش غادي ندير لهم الميساجات ديالهم بالاسماء ديالهم ان شاء الله وبالنقط ديالهم اللي جابوا في اللغه العربيه غادي نديرهم على هذه القناه. ثم ايضا حتى الناس اللي ما وفقوش الحظ، وطبعا كما كنقول دائما ما وفقوش الحظ وجابوا الدوره يعني عاودوا، فاتمنى لهم يعني حظ موفق. راه ما فيها باس ان كما قلت لكم دائما وكنقول دائما ما فيها باس اننا نعاودوا، لكن واتمنى من ذلك انكم ان شاء الله الى عاودتوا كنتم متابعين ديال القناه ديالي، ف يعني حاولوا انكم ترجعوا للحلقات اللي كنت ديرت سابقا وتبعوا دوك الخطوات اللي كنت كنقول، فهي خطوات يعني مؤكده وبها ان شاء الله غادي تجيبوا نقطه عاليه في اللغه العربيه. اذا اخوتي اخواتي الى حدود الان فغادي نكون اني استوفيت يعني جميع النقاط اللي كنت مدرجه في هذه الحلقه، واضرب لكم موعدا الى الحلقه القادمه ان شاء الله. الى اللقاء.